ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة مجموعة الوسط، مناصفة مع أمل الأربعاء، مستغلا خسارة هذا الأخير بذات النتيجة في الأخضرية أمام الاتحاد المحلي، فيما يقبع اتحاد البوليدة في المركز الأخير بست نقاط. إذن الهدف مقابل صفر هو نتيجة المباراة التي استقبل فيها اتحاد البوليدة شبيبة بيجاية لمصلحة هذا الأخير الذي رفع رصيده أقول إلى 24 نقطة في صدارة مجموعة الوسط. الأخضرية العائد بنقطة التعادل من ورقلة في الجولة الماضية استقبل على ملعبه منصور خوجة المتصدر أمل الأربعاء القادم بنية تكريس نتيجة الانتصار الماضي على حساب اتحاد الحراش. بعد بداية محتشمة من كلا الجانبين، الفرصة الحقيقية الأولى كانت لأصحاب الأرض، وبعد عمل جميل حمزة قرومي يضيع وجها لوجه ويهدر فرصة منح التقدم لفريقه. أصحاب الأرض عادوا لنقل الخطر من جديد لمنطقة الأربعاء عن طريق بطمين حداد، لكن الحارس شويح كان في المكان المناسب. الكتيبة الحمراء وصلت الضغط بغية الوصول للشباك، زريفي حمزة فعل كل شيء إلا زيارة شباك الحارس شويح، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي. الشوط الثاني دخله أمل الأربعاء بقوة وكادوا أن يصلوا إلى الشباك عن طريق أبو بكر علي الذي ارتطمت كرته بالقائم الأيسر. المضيف عاد للتحكم في زمام الأمور من جديد، وتسديدة غرب مسعود افتقدت للدقة اللازمة. في الدقيقة 76 ومن هجمة معاكسة، حيدوسي يرفع الكرة فوق الحارس شويح الذي لم يكن خروجه موفقا مفتتحا مجال التسجيل وسط فرحة عارمة. باقي أطوار المباراة شهدت ضغطا من الزرقاء بغية تسجيل التعادل، خاصة بعد طرد حمود بلال بالبطاقة الحمراء من جانب أصحاب الضيافة، ليعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز في بالغ الأهمية لاتحاد الأخضرية الذي يبتعد رويدا رويدا من منطقة الخطر. ثالث الترتيب العام فريق مولودية بيجاية استقبل ضيفه رائد القبة على ملعب الوحدة المغاربية في واحدة من أجمل مباريات الجولة 13 من الرابطة الثانية هواة. الضيوف كانوا السباقين في صناعة الفرص وحاولوا الوصول إلى شباك الموب منذ الدقيقة الثانية التي شاهدنا من خلالها أولى محاولات الشوط عن طريق اللاعب فتحي نوبلي. بعدها رد عليه ربط جمال بهذه المخالفة التي انتهت بين أحضان الحارس إبراهيمي. توالت المخالفات من الجانبين، وهذه المرة من اللاعب القبي كسيل قصدي الذي نفذ مخالفة مباشرة تصدى لها الحارس في المرة الأولى وأبعدها الدفاع في الثانية. أخطر فرص المرحلة الأولى كانت في الدقائق الأخيرة مع سيطرة شبه كلية للمولودية التي ضيع لاعبوها العديد من الأهداف مع براعة حارس الرائد دائما، لينتهي الشوط الأول على وقع هذه المحاولة الضائعة للمحليين وبنتيجة البياض بين القبة والموب. في الشوط الثاني لم نشاهد الكثير من الفرص مع سيطرة طفيفة لأبناء الهادي خزار الذين غابت عنهم الفعالية، لكن اللاعب الأنشط فوق أرضية الميدان بورعدة المستخدم في الميركاتو الشتوي من شبيبة تيارت صنع الفارق بفضل سرعته وتوغلاته التي أثمرت عن هذا الأسيست الجميل لزميله بوعاريش الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 76 من عمر المواجهة مهديا التقدم للفرقة الخضراء. هدف جعل المحليين يرمون بكل ثقلهم في الهجوم بغية تعديل الكفة، فكان لهم ذلك في الدقيقة 82 التي اتسم فيها الحظ لأشبال المدرب كاروف وسط فرحة عارمة للاعبين والطاقم الفني. ليعلن بعدها الحكم حسام الدين بن يحيى عن انتهاء المقابلة بلا غالب ولا مغلوب. والناس أقول النتيجة للزوار في الشوط الثاني، ليتواجد الاتحاد في المركز السادس ب18 نقطة، فيما يحتل
فيما يحتل الأمل المركز العاشر ب14 نقطة. إذا هذا هو هدف الاتحاد الحراش من إمضاء دراك في الدقيقة 40 قبل أن يعدل بلو الناس النتيجة للزوار في الدقيقة أو في الشوط الثاني. وافتتح الشباب النتيجة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق ساجي ليضاعف فرقاق النتيجة في الدقيقة 78 من عمر المباراة قبل أن يقلص النجم النتيجة عن طريق مكلوش في الدقيقة 83. وبهذا الفوز يرفع شباب نيثور رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، فيما يتجمد رصيد نجم بن عكنون عند 18 نقطة في المركز الخامس. خلال شروم العيد من الظفر بلقاط المباراة أمام شباب ولاد جلال أحد الباحثين عن البقاء ضمن الرابطة الثانية. أصحاب الأرض كانوا السباقين للهجوم من كرة شنيقر الثابتة، والحارس جمال نور الدين بصعوبة يخرج الكرة. أول محاولة للزوار كانت في الدقيقة 29 والحارس موسي يخرج الكرة بصعوبة. الزوار كان بإمكانهم فتح مجال التهديف في هذا الهجوم المعاكس لولا تسرع المهاجم خوالد الذي علت كرته مرمى مويس. أخطر محاولة لصالح أصحاب الأرض كانت في ربع ساعة الأخير، خطأ الحارس لم يستغله اللاعب يادادان كما ينبغي. آخر محاولة كانت للمحليين ورأسية المدافع داداش خارج مرمى الحارس. هلال شروم العيد دخل بقوة المرحلة الثانية وأندر الزوار بأول تسديدة من بالعمري يوسف انتهت في أحضان الحارس. نفس اللاعب ومن وضعية جيدة، لكن الحارس كان في المكان المناسب وتمكن من إنقاذ مرماه على مرتين. نلعب الدقيقة 89 وعندما عجز المهاجمون في الوصول إلى شباك الحارس المدافع داداش وبرأسية محكمة يعطي التفوق لفريقه. هدف قاتل وفوز يبقي الهلال في المقدمة ويعقد أكثر من مأمورية ولاد جلال فيما تبقى من الجولات. فريق مستقبل واتسلي استضاف فريق مولودية سعيدة في مقابلة كانت انطلاقتها متأخرة بعشر دقائق عن موعدها المحدد. وبداية اللقاء تميز بمبادرة مهاجمي مولودية سعيدة ناب عنهم كل من اللاعبين قادوس وطلحة الذي أتيحت له فرصة سانحة للتهديف أمام حارس مرمى مستقبل واتسلي دحماني الذي نجح في إبقاء شباكه نظيفة. وبحلول الدقيقة 38 أفلح المحليون بعمل جماعي منسق من توقيع الهدف الأول سجله برأسية اللاعب جلطي. الشوط الثاني كان سعيدا بالنسبة للاعب البديل حسكر الذي أضاف الهدف الثاني بطريقة جميلة في الدقيقة 49. من جهتهم الزوار قاموا بمحاولات لكن كانت محتشمة في أغلبها، منها تسديدة اللاعب قدوس لكنها غير مركزة. وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق حارس مولودية سعيدة ينقذ مرماه، ونهاية المباراة بفوز ثمين لمستقبل واتسلي وهي النتيجة التي أعادته إلى المركز الأول بعد استقدام المدرب حموش للإشراف على العارضة الفنية للفريق.